ده لا ده انا بقالي 20 شهر بسمع موضوع التغيير الوزاري وما بين 8 وزراء ل 10 وزراء، يعني كل شويه يطلع هذا الخبر كده ايه يتقال لنا. لكن هي المشكله مش في التغيير الوزاري، المشكله في طريقه الاداره. هل الطريقه سوف تختلف؟ يعني انا ما يفرقش معايا ان وزير يجي ووزير يروح، سين ولا صاد، لكن اللي يفرق مش معايا شخصيا، مع المصريين عامه، اللي يفرق هذا الوزير ماذا يفعل، هذا الوزير ما هي خطته، هذا الوزير ايه الاستراتيجيه اللي هيمشي عليها في ضوء المعطيات اللي عندنا في المجتمع، في ضوء التغيير الاقتصادي، في ضوء قرارات اقتصاديه جديده، في ضوء ما هو موجود على الواقع. هو ده المهم. لكن انه وزير يروح وزير يجي ما تفرقش. لكن في نقطه في الخبر ده، جملة كده يعني اتقالت في وسط الخبر وهي جملة مهمة جدا. قالت مصادر مسؤولة، وأنا بكره كلمة مصادر مسؤولة. من هو المصدر؟ يعني من هو المصدر المسؤول اللي قال الخبر ده للجريدة؟ بس ما علينا. إن إسماعيل طلب الاطلاع على خطط التقشف والإنفاق داخل الوزارات بعد ترشيدها. جيد. بما يتراوح بين 15-20% وفقا للإعلان الرسمي للخطة. جيد. موضحا أن الوزارات التي يجري مراجعتها من المنتظر دخولها ضمن تعديل وزاري مرتقب يجري الإعداد له حاليا. هل هذه الجملة يبقى معناها إعادة الهيكلة اللي بنسمع عليها؟ يعني هو كان في مشروع إعادة هيكلة للجهاز الإداري للدولة، ماشي، وإعادة الهيكلة دي أنا بقالي بسمع عليه 6 سنين، وإنه الجهاز الإداري عليه عبء كبير لأن عدد الموظفين كذا وإنه كذا، وإنه في وزارات الموظفين بيروحوا ما عندهمش شغل ويجب إعادة توزيع. الكلام اللي بقالنا كتير بنسمعه. هل خطة التقشف دي والإنفاق داخل الوزارات بعد ترشيدها شكلها إيه؟ هي دي النقطة. من حقي إن أنا أعرف إيه الوزارات اللي هيتعمل فيها خطة تقشف وترشيد واللي هيتعمل فيها التعديل الوزاري. طيب ما هو انا بالجمله دي ممكن اعمل الناس كلها، انا مش عارفه اللي في الوزارات، احنا كل ده بنتكلم على جهاز اداري للدوله، كل الناس هتقول لك ايه؟ انا بكره ممكن ما ابقاش موجود هنا، او ممكن ما ابقاش موجود في مكاني، او ابقى في حته تانية. كل ده يعني محتاج مش محتاجين غموض، مش محتاجين غموض. وزي ما بقول لحضراتكم، احنا لا يهمنا مين الوزير اللي جاي او مين الوزير اللي راح او مين ده، مش هي دي القضيه. ما بقتش بالنسبه لنا، يعني المواطن فهم انه مش بتغيير الوزير بتتغير السياسات، لا، يعني اكتشف، يعني كان بعد كل تعديل وزاري بيبقى فرحان، الله ده في تعديل وزاري، يعني ممكن الدنيا تختلف والناس تبقى فرحانه. ليه؟ لان هي بتبقى بتطمع او بتطمح للافضل. لكن ان وزير يتشال وزير يتحط، مش هي دي القضيه. بس بكلام المهندس شريف اسماعيل ان في خطه تقشف، في انفاق، في ترشيد داخل وزارات واللي هيتم التغيير فيها، الجمله دي تحمل ان هناك خطه موضوعه الان لعدد من الوزارات علشان يتم هذا التغيير. خليني اقول بقى ايه، مش اعاده هيكله، ده هيبقى تغيير شامل. يا ريت تقول لنا بسرعه، ما تسيبش الناس تقعد في تكهنات وده هيحصل وده هيمشي، لا انا مش قاعده هنا، لا هنا، لا. وبعدين مثل هذه الجمل انا عايز اقول انها بتوقف شغل. ما كل مش عارف هو قاعد ولا ماشي، فاعمل ليه؟ لا، وانا لا هاخد قرار. يعني هذه الجمل، طالما جمله زي دي طلعت، توقع حضرتك انه بعدها هنقعد شويه الكل قاعد مترقب ومنتظر وما بيعملش حاجه. فوق ده وده، انه رئيس مجلس الوزراء عرض تصور بتعيين نائب له لشؤون المجموعه الاقتصاديه. اعتقد انه القرار ده كان لازم يتاخد من فتره طويله، وذوي الخبره في التعامل مع الاقتصاد الكلي. هل الاقتصاد الكلي حضرتك تقصد الاقتصاد المصري بشكل عام ولا الاقتصاد داخل وخارج مصر؟ يعني برضو دي نقطه محتاجه، واعتقد ان احنا عندنا من الخبراء الاقتصاديين الحقيقيين في مصر بسم الله ما شاء الله. يعني الواحد كل ما بيقعد مع حد وبنستضيفه، يعني بقولش بعض نستضيف، بتلاقي ان هناك رؤية للحل، رؤية لوضع تصور للمرحلة القادمة، رؤية للخروج من عنق الزجاجة. فأعتقد انه لما رئيس الوزراء هيبقى مترشح امامه عدد من الخبراء الاقتصاديين مش هيلاقي اي صعوبة، لان احنا فعلا عندنا خبرات جيدة جدا.